25 عاما مضت على هذه القصة. هل تتذكرون عندما فاح الخبر بأن هناك أسماء ناشئة ذهبت إلى دولة بعيدة كبعد التكهنات التي كتبت لهم؟ ذهبوا لتمثيل السلطنة في البطولة العراقي على مستوى العالم. قالوا بأصوات مدوية إن هذا سيقع، فكان صعقا يصيب حيث يقع. مطلع مايو عام 1995 وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى الإكوادور، وقيل ما قيل آنذاك. يومها تسمر الجميع أمام شاشات التلفاز في ساعات متأخرة من الليل، ما إن كان أبناء السلطنة على دراية بعظيم هذه المهمة، وإنها الأقوى وربما التاريخية بكل مستوياتها، ما إن كان نصر الخنجر حادا لتعطر طريقه بورد الجبل الأخضر. أسئلة رافقتهم ليست ليوم الجمعة، بل لما يحمله السبت في طياته. وضعت القرعة منتخبنا أمام نجوم السامبا، قيل إنهم كبار اللعبة والمكائن الألمانية أو المانشافت كما يحلو للبعض، والمنتخب الكندي المغمور. ومع هذه المجموعة ظن الكثيرون أنه طريق العودة. هي مهمة صعبة بل مستحيلة، ولكن بهمة الكبار تعاهدوا فكان الوعد. يا عمان، نحن من عهد النبي أوفياء من كرام العربي. تخطوا جغرافية الفكر المحدود وكسروا جميع القواعد وأثبتوا علو كعبهم مع مرور الأيام. بيد واحدة وقلب واحد وحلم واحد صنعوا إنجازا لن يتكرر، عنونوه رحلة الإكوادور.